تيتا، لأنهم عم يقولوا بكرة أمريكا بدها تضرب. قبل ما تضرب أمريكا بدنا نقيم هالسجاد. أنا كله مسحته، الله يوفقك. تعي بكير بس نلفه أنا وياك. بقى عن ضرب العاصمة السورية بالحشيش. شوفوا الحشيش، شوفوه. وعيطق لك عرق لك ابني، وعيطق لك عرق. خلص اللقطة على السريع يا ابني. لك وين الحمام؟ شو ما في موظفين اليوم غير انا والمصور؟ هذه هي كمائن الحراسة هنا على مدخل هذا النفق، ويتوزع أيضا هنا داخل هذا النفق غادة كما تلاحظين. يبدأ هنا بالتوسع. بدي الندم يبال على وجوهكم ويجر من عيونكم الشرير، مفهوم؟ أمرك سيدي. ماشي الحال. أستاذ هشام أنا جاهز. جاهز أنت؟ جاهز سيدي. مما دفع الناس المتواجدين في قسم الإسعاف إلى التعامل مع هذه الحالات على أنها ضربة بالسلاح الكيماوي، مما دفعهم إلى غسل الأطفال ووضع بخاخ السالبوتامول في فم الأطفال، علما أنهم أشخاص غير ذوي خبرة، علما أن في هذا اليوم لم يستقبل المشفى أي حالة تنطبق مع الإصابة بالسلاح الكيماوي.